مرحبا بكم في لاتولي ديالنا. الان بغينا نوريكم كيفاش السلعه اللي كنخدموا بها باش نبينوا لكم كل الطرق ان شاء الله باش طلع الصالون كونفورتابل. وكنخدموا ب 33 اللي كتكون هي لا باز ديال 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 لي كانابي. عاد فوق منهم كنديروا هاد لابياس هذا اللي كيعطينا البومباج في الصالون، عاد كنرطبوا بهذا السوبليس هذا. وبالنسبه للعماره ديال المخاد كنعمروا بهاد المحبب في بربول كيكون في المخاد، وكنزيدوا بشويه ديال البونج مفرتت باش كيعطينا الكونفلاج ديال الخديه تكون مزيان. هذه هي السلعه اللي كتطلع مزيانه في الصالونات ديالنا الروميين. ومني كنسالوا هذا كنديروا هذا لاواط هذا اللي كنفينيو به لاموس باش ما كيبقاش كتعطينا لا غوندي مزيانه. وبالنسبه لهذه العمليه هذه كتقام لنا تقريبا بواحد يعني غير البونج ديالو كيتقام بواحد 500 درهم المتر. بالنسبه لهذا الصالون هذا اللي لقيته واجد، هذا بالتوب ديالو كيتقام ب 2200 درهم المتر كار. التوب الابيض هذا هو باش كنفينيو به المضربه قبل ما يدار فوق منه التوب اللي غادي يكون في الكنابي بحال هكا كنديروا له. بالنسبه لهذا البواغوش هذا تنديروه ديمونطابل على قبل الدروج، كيكون كنديروا له كيتشطيب البولونات على حساب الدروج باش ما يجيوناش مضيقين. هنا كيكون خاوي كنخدموه بالسمطه باش البونج ديالنا ما يموتش، كيبقى ديما كونفورتابل. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.